وجينا اخذنا ال ار سيركت وكنا ندرس الترانزيت ريسبونس اللي موجود في هاي السيركت. خلينا نفترض عندي هون دي سي سورس، بعدين عندي سويتش في له موضعين، في له موضع هون في له موضع هون. بص هون عندي الدائره فيها مقاومه فيها اندكتر. السويتش له هذا البوزيشن الاول وهذا البوزيشن الثاني للسويتش، يعني يا بكون في هذا الموضع من هون يا بكون في هذا الموضع من هون. التايم زيرو السويتش هذا حطيته في البوزيشن واحد وكان الاي زيرو اوف ال يساوي زيرو، ما كانش في كرنت في الاندكتر. ايش راح يبدا يصير عندي؟ راح يبدا يصير في عندي زياده في الكرنت اللي ماشي هون. فالكرنت ات تايم زيرو مثلا او بهاي اللحظه سكرت الفولتج، سكرت السويتش بالبوزيشن واحد حطيته، راح يبدا يصير عندي رايز في الكرنت هذا هون اي ال اوف تي. ايوه اي ال اوف تي عند هاي النقطه، هاي السويتش حطيته في بوزيشن واحد والانيشال فاليو كان زيرو. عند النقطة هاي ايش عملت؟ حولت السويتش من بوزيشن واحد لبوزيشن اثنين. في كرنت لسه في هذا، الانرجي المخزنة هون الانرجي تبعت ال هذيك اللحظة، الانرجي المخزنة في الاندكتر تساوي هاف ال اي سكوير، مضبوط؟ هاي قيمة اي. في انرجي هاي ايش وحدتها؟ جولز. ايش راح يصير هلا بالكرنت؟ راح يعمل ديكلي لحد ما يوصل زيرو، مضبوط؟ التايم كونستنت تبع هذا الشحن تاو شو بيساوي؟ بيساوي ال على ار، والتايم كونستنت هون كمان بيساوي ال على ار. شو الفاينل فاليو اللي راح يوصله الكرنت هون؟ ايش القيمة النهائية راح يوصلها الكرنت هون؟ بعد فترة طويلة جدا ايش راح يصير هذا الاندكتر هون؟ راح يبين كأنه شورت سيركت، فايش الليمت تبع الكرنت راح يكون؟ ايش على قيمة الكرنت راح يوصلها؟ في على إذا هذا هون الليمت تبعه راح يكون في على، وهذا لما بينزل هون ايش القيمة النهائية راح يوصلها؟ بعد فترة طويلة جدا بعد ما حطيت السويتش في البوزيشن 2 قديش راح يوصل الكرنت؟ زيرو. هذا راح يروح على زيرو. هذا الكيرف هلا هون انا سكرت السويتش وهون هلا حطيت السويتش في البوزيشن سويتش بوزيشن 2 راح يفرق كرنت الاصلي. هذا هون الاندكتر حتى يمشي كرنت بهذا الاتجاه راح يكون فولتج هون، فولتج هون عليه حتى يضل ماشي كرنت بهذا الاتجاه، راح يضل ماشي بهذا الاتجاه. ففي البدايه راح يكون في عندي كرنت من هون جاي وبعدين راح يصير الكرنت في الحاله الثانيه يمشي. إذا ما كان في